أنا لو علي بسير سوق الخضرة وبيب لكم أحلى الأكل، لكن ما عليه بي يوم وبتاكلون هاك الأكل الفنان. كلي أمي، أنتي جيتي ما تتحركين، ما تاكلين، ما تسوين مبأ جيش وبلاج، فقيرة مريضة أنتي ولا شيء؟ تعالي الغالي، تعالي تعالي حبيبتي، تعالي بلاج بلاج بلاج، تعالي تعالي بالراض عليها ما أكلين أكلها، تعالي فديتك أنا بلاج يا أمي بلاج. شو مستوي بك؟ جيجي ما تصارخين، ما تقولين باع، ما تاكلين بلاج ما شاء الله. ارقدي امي، ارقدي في حضني، ارقدي في خذي حنان من امك. وديمه وديمه دخيلك، طلعيني من هني توبه بس خلاص. اقول مو انت اللي تقصين علي، حسبي الله على ابليسك، عليك حساب بنص قيمه البضاعه اللي عندي بالدكان. إذا ما عليه، انتي طلعيني وانا بدفع لك، ذليتيني. سكتي عاد، اقول لا تبطعيني انت بعد، حسبي الله على ابليسك. وانتي ما شاء الله عليك، ليه قعدتي وتربعتي وطلبتي وقعدتي تاكلين وتصرطين كنك بين عميان بلا اي حساب؟ زين ما عليه، انتي طلعيني وانا بحاول ادفع لك 100 125 30 اللي اقدر. مالت عليك تدفعين لي اللي قدرين عليه، انا عارفك زين، ان طلعتك رحتي وما رديتي وما شفت رقعت وجهك وانتهت عدل. خلاص كيفك؟ هف هف، حسبي الله على ابليسك، ميت من الحر. حصو حصو، اسكت اسكت. حصو لا يكون موتت، حسبي الله على ابليسها. حصو ليش ما تردين علي؟ حصو ها؟ هذا هسه ما في موت. ما في موت؟ انا اشم ريحة اكل. وي وي وي، تاكل البضاعة. راح 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 دكاني، بطل ذا الباب خل تطلع، حسبي الله على ابليسها. حصة فديتك يا امي، ايش قد تعبانة وطايحة، فديت الاسخلتي، لكن ما علي، ان شاء الله حين بيسلوم ولا عمك فري بودونك الدختر. فديتك ايش قد كذي، لا انباع ولا تاكلين ولا شيء. ربي يعون فري. هيت يا اخوي والله يابك. بلات فري، سخلتي تعبانه ميهود، ما ادري شو فيها. شو شو فيها بعد؟ ما يبالا سالفه، هات السكين بنير على رقبته قطعيها وحطيها في الثلاجه، بنتغدى منها اليوم. شيش تقول يا اخوي، شي ما في قلبك رحمه؟ ها بدل ما تساعدني تقول لي اذبحيها وسكينه؟ اساعد ايش اسوي؟ ايش الناس يدولها دختر؟ لا انا سخلتي مضروبة عيني يا اخوي، يبالا مطوع يقرا عليها، يبالا مطوع. ليه؟ اقوم اشيل سخلها وادخل المسيج قدام الريايل، تعال يا مطوع انا اقرا على سخلتنا مرضانه. ايش رايك بعد تسقرين دبوس يدق على راس تزار، يمكن ساكن لنا بانياني.
عفاني الله ما فيك خير حق سخلتي يا اخوي. ما في خير يوم براكب على سخله مرضانه يا ابوك بروح البحر هاد عيني هد تبيني اراكب على هوشك المرضانات شو ها شو ماخذ الفكس مالي؟ هالفكس اخذته من حجرتك عسبدها نرويلات قلت يمكن تصح. ليه؟ كان بعد خدتي لزقت سالم باس وحطيتيها على ظهره يمكن تصح؟ ما حصلت يا اخوي. شربي امي طشونه طشونه عسب الصحين شويه بس شويه شربي شربي يا ربي ما تمدوه ما عطيتك ما في فايده شربي. سلوم وينك تاخرت هالكثر؟ الصخله ميهوده قم بنوديها الدكتور. عمونا روحي في نرقاد متكثر وبقادره بطل عيني اقول لك عمونا برقد لي ما ساعتين وبعدين انت واعيني بوديك وين ما تبين حتى لو تبين لي وبودي. حرام عليك هذه بهيمه وحليلها فقيره طالقه وبرايمه تتحرك ولا تاكل ولا شيء ندوك. عمود شو ملبستنا هذه؟ هالغدرة مالي؟ زي ما عليه اللحاف وايد عود عليه حطيت لها الغدرة ادفع. عمو هالغدرة غالي وانا ما عندي غيرها بتوسخها هالسخلة مالك هذه. ما علي انا بغسلها حقك هالغدرة هذه. وبعدين تعالي ليش هالحبوب كل انا قايل لك يوم بيجي صداع خذي حبة واحدة ما بتاخذينها الكثر ما بحلاوة هو. ما بحقي حق السخلة حطيت لها حبتين. حد يعطي حبتين حق السخلة؟ دو حبوب مال عوار راس يعطون سخلة؟ ما عليه شو الفرق بين البهيمة والبني ادم؟ كلهم واحد. هذا عندك انت يا عمو ما في فرق بين البهيمة والبني ادم في فرق يا عمو قسم بالله طيرت الرقاد من عيني. خلاص يوم الرقاد طار من عيني قم بنودي هالدختر. امي اذا الوحده شرت ب 15 وانا بعتها ب 25 يصير المجموع هذا الربح من الربح من البفك والحلاوه هذا ما ينحسب ربح. ايه امي مشغوله؟ لا خير اشوفك مظهره دفاتر الحسابات ليكون بتبطلين مشروع جديد. هيهيهي عندي مشروع جديد ببيع حشيش مخدرات؟ لا يا الخبلة اعوذ بالله شو بلاش انتي؟ لا بصير تاجرة اعلاف حشيش شعير سبوس. بيوج زباين على هالمشروع؟ ايه زبايني من اهل الفريج ما في بيت يخلي في الفريج من الغنم والدباش والبقر والهوش شو بلاش انتي؟ وبعدين بفتح محل اعلاف بدل هالدكان. بتسكين الدكان زين امي صغاريه الفريج وين يروحون ما في غيره؟ يصيرون وين ما يصيرون؟ واذا يبون نبيعهم شعير في اشياس صغيره احسن من الحلاو اللي خرب ضروسهم. ما ينفع الشعير؟ جد يسوون عصير؟ فديتك يا سخلتي احبك وايد احبك. ان شاء الله يا رب تقومين بالسلامه. احبك احبك. اقول لك شرايك تعطينها شاي سنجيني يعدل اصماخها يمكن تصح. بس عادي يا فري ترى قلبي ضاق علي من كثر ما تطنز. يا ابوك ما خليتي شيء ما سقيتي هيا وقفت على السنجيني. ليه ما يود هود هود اهل البيت الدكتور وصل. البسي عباتك عمه البسيها بسرعه. يلا بسرعه دكتور دقيقه. يلا تفضل تفضل دكتور تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وين المريضه؟ هذه المريضه. من شو تشكي بالضبط دكتور؟ دكتور شو هاي السخله المريضه مو بهاي سخله؟ اي هات سخله ان شاء الله. بسم الله بسم الله. عمو عمو لا تحاكينا الراض عليها دخيلك. ما فيها شيء ما فيها الا العافيه تعال. ايوه يلا بسم الله بسم الله. لا تخافي لا تخافي. لحظه 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 نفس نفس نفس. ايوه ها ها مو انت مو انت السخله السخله السخله. مو انتو الصخرة الصخرة نفحص الصخرة عينها. ايوه لحظة بابا بابا لحظة دكتور دكتور شكلك مشبه. لحظة دكتور هاي الصخرة قول بعد اعلى ابوي. مثل ما توقعت خير مثل ما توقعت. هذا مرض خطير ومعدي انا لازم اضربها ابره. تضرب حلوم ابره؟ لا مو حلوم الصخره اشوه وبعدين حلوم. يا الله واي يا الله يا الله يا الله ميهودين يا الله يا الله. حسبي الله عليه من دكتور حسبي الله عليه. يا ريال قتلني ببرد تقول قتلني بخنيار في ظهري يا الله.
هذا دكتور بيطر يا ابوي ضاربنا عبر من مال وادم والله وانت بعد مول ما صدق من قال لك زخو سالم على طول سدحتني يا الثور يا الثور تروح ودختر يفهم احسن عني وعنك بلاك انت يقول لك الاسخاله تعدي تعدي يا ابوي الاسخاله من متى تعدي البني ادم عشان اقول لك يوم ما شي فرق بين البهيمه والبني ادم تصدق وابوياك يا ابوي شو بيسوي هذا ويا ما ادري به الحمد لله الحمد لله باقي الغنم ما فيهم شيء الحمد لله يعني ما في خطورة عليكم ما شيء خطورة عليكم جزاك الله خير ما شيء خطورة علينا ليش ضربتنا ضرب بهالإبر مالك يا ابني أنا أريد أحصنكم من المرض وبعدين الحين جاء دورك يا حليمة لازم تضربين الإبرة لا ما عندنا حريم يا دكتور ينضربها بالإبر لا طيب في وحدة من الثنتين يا أضربها إبرة يا ما تقرب على البهايم على الأقل أسبوع شو رأيك لا لا أنا أستغنى عنهم ولا هم يستغنون عني ما روم صاع أنت صاع قلعة تقلعش ليسي بعيد منك عن الهوش يلا أوكي أنا أروح وبعد يومين إن شاء الله أراجعكم وأشوف أطمن عليكم أنت والبهايم إن شاء الله سلام عليكم يا الله مع السلامة أنا محل كان أبوي يا الله عوار جاي سني لا تولي كركم ما تولي كركم عفان الله شوف هذا البيت اللي كله فضايح حسبي الله على ابليسهم ناس داشه وناس طالعه اللي لابس ابيض واللي لابس خضر واللي لابس حمر لا حسيب ولا رقيب شوي شوي انت استر ميزه كان سلك رقم ملوك جايقه شي تقول تحلطم انت ها ذبحتني استر انا في واجه تعبان وه شلم تعبك كلهم ست يواني شعير وسبوس وجات شاير شايل انت مستر اول دكان واجد حلو واجد نزيف في قوتي طماط قوتي تونه قوتي فول انا ايه هذا اللي ذابحك الاقواط التونه اللي تهفها وتاكلها بلا اي حساب حسبي الله على ابليسك الحين ما عندك الا شعير كسامسي انا ما في اكل اجوال يجيب مال بقر يجيب علف انا في واجد تعبان سليم اقول لي كنت بيني انا اللي اقوم اشيل عنك الحين اليواني ما تقول لي لا لا بس انا في قوت ايديا شنو بعد هذا يجيب ثلاثة نفر كولي حمالي هو يشيل سمان سليم يشوف حساب يستوي فورمان لا انا فورمان انا ارباب هني في دكان حسبي الله على ابليسك شوف هذا هو الشغل عايبنك عايبنك مو عايبنك بقطع لك اول تذكره وعلى اول طياره من معاشك وليش طياره اركبك بوم اخليهم يودونك هناك بمبي خلاص شيل شيل يلا شيل شيل ايوه اول ما جيت من الهند مصعوي اتهف والحين ها الويه مربرب شاطر حسبي الله على ابليسك وجع فري سلوم انتوا ما بتصيرون المسيد لا ما نروم عقب الابر اللي خذيناها ريولنا ما تشيلنا بنصلي في البيت وبوياي تبى تمشينا وتقفد عندهم في الزريبه اسمعني حط عينك عليها لا تغفل عنها دقيقه واحده زلي متى حط عيني عليها ترى مرضنا صعبه نطلع وبتقفد عندهم ما بتقص على ابوك تعرف شو بسوي اذا روحت بس اخاف افرف الحجره وبقفل عليها قفلين تك تك ابوي تبى رايي انا اقول نكلمها بالحسنه احسن لان ان صارت هناك مضره لها تخبلت انت عموتك هاي تفهم بالحسنه هاي فيها مخ اصلا ما فيها مخ عقلها يتقرقع مثل قوطي طماطه خالي انت ما تشوف ايش قايل بلا شوفه انا عاد اللي عندي راي اسويلم شو هو الزخاب هذه شيلته وتشلوعت تشلويع ونشبط على السنطوانة علشان ما تتحرك من مكانها موية شي رايك يعني؟ ايه فديتكم يا الغالين ولهت عليكم ردي حجرات يا حلوم بسم الله الرحمن الرحيم منو؟ منو؟ وين سايرة نص الليل؟ أنا عطشانة يعني بغيت أشرب ماي هذول ماي عدالك
هذو شو تسوين سايره صوب زريبه الهوش؟ بتشربين من طاقه الهوش؟ يعني لا بس يعني جيت اوايج عليهم اشوف يمكن محتاجين شيء. محتاجين شيء نص الليل؟ شو محتاجين؟ بتقولي لهم خراريف وقصاص؟ انا اللي محتاج احط راسي عشان وراي دشه الصبح. يا رجل ان شاء الله حاضر على امرك. يا الله يهداك لا وسطنا في خيوط الحداق مالك فارنها في كل مكان. يا يتنكم يا عيالي يا يتنكم يبون يحرموني حتى شوفتكم في الديت انا عيالي احبكم. الله عمو على وين؟ صبحك الله بالخير سلوم. اي خير وانت طالعه من حجرتك تقولين رصاصه نشعتي صبعريني وياك. يا الله انا شو خصني في صبعري لك؟ ما هي صوبه ترى ابوي الله يهداه قبل ما يطلع الفير قام وياه بالحبل مال الحداق ماله ربطه في الباب مالك وربط الطرف الثاني في صبعي. هذا ابوك ما نخلص من شره حتى وهو ما حد. زين ما علي عمو سير حجرتك داخل. سلوم الله خليني بشوفهم شوي بس ما بجسهم شوي. عمو بلاش حسي لي بوزك تبثبثين علي. عمو سيري داخل اسمحي لي دكتور ما عندك من تشوفينه سيري داخل عمو. يا ربي لا انت ولا ابوك في قلبكم رحمه. سامحيني عمو ابوي موصلني اني ما خليش تطلعين من الغرفه. يا مستر تجارت بدلك يا عم كوكر بارك يا هي. ايش فيك ايش عندك تحيل؟ مستر انا بس يقول انا اعرف هذا ما في فايده. ترى ذبحتني انت ما في فايده ايش فيك تفاول علي من الصبح ما في فايده؟ اسكت بس اسكت حسبي الله على ابليسك. هذا اول في الدكان اول بكر يروح مدرسه يجي يشتري يجي من المدرسه يشتري عصر يشتري مغرب يشتري في الليل يشتري حين هذا ما في فايدة. ايه اكيد ما في فايدة ما دام انت قاعد تعور وتحن على راسي اشرات الغراب اكيد ما في فايدة. اقول سدبوزك عويض الله من شرك لا اقوم الحين اهلي وادفنك بين هالعلف. خلاص انا اسكت. صبحت الله بالخير عمتي وديمة. صبحك الله بالخير والسرور. سليموه سالي واحد سندويتش جبن داقوس بسرعة. جبن داقوس في 1000 2003 سندويش يريد مع داقوس. بس انت سكت. اقول غيرنا احنا الدكان قمنا نبيع علف يا يمه. حول الله يعني احنا نصير دوام باليوع. وش حق اصير باليوع؟ اخذ لك كيس الشعير. هي الشعير زين مفيد حق الصحه واذا كان على الريج يا سلام. شعير هي شعير زين وكم هالشعير بعد؟ خلى علينا هالمره فال الصبح. مشكور عمتي يلا عطني الشعير خليني اسعى الدوام الحق عليهم. عطى شعير عطى. واذا بغيت بعد فوحه واشرب مايه ايه ينظف الكليه. حياك الله. ايه الله يحييك. اقول تعال سجل على حساب 5 دراهم 8 درهم سالم حرام بعد. هذا ألف يخلي حياة سليم ما في زي أول في دكان في بيع في كل شيء تمام بتجي يجي بتجي رو أهي مو يجي. سليم إيش فيك تهذب؟ كم بعت اليوم؟ اليوم ما في بيع كله خسارة. كله خسارة؟ أكيد خسارة ما دام أنت متعلق شرات الغرد. انزل حسبي الله على بليسك بتكسر أغراضي. ليش الناس ما تشتري من عندي؟ ليكونوا مقاطعيني. سليم انا عارف السبب ليش الناس ما تشتري. شو مشكل؟ المشكل الدكان محفوظ. هي يبي له تعديل. اقول ايش رايك اني اجيب يواني الشعير محل يواني السبوس وبعدين اني اجيب العلف هذا الجد اني بهني قدام ودام ولا حرام؟ انا اسوي هذا في ترتيب كله انا اسوي تعبان حرام. اسمع عاد سوي اللي اقول لك عليه ولا تطول هويه قصيره يا جيل الحياه. ها ليكون تبيني اقطع لك تذكره واسفرك هناك. نسوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حصل وين ال 250 درهم مالتي؟ بعد شري حبها يا سليم. جيبها حسبي الله على ابليس. تعالي
اقرب لكم من هالفريج. انا بطلع من هالفريج ما لي يلسه هني ابدا، مو لي ما لي يلسه. شوف النوق شي بوميه يطلع من تحت عتبة الباب وعقب اختيها الباب ينطلق. الصوم ما عندي هنا الحين، انت بطل الباب وعقب بعد البيزات. هي خبرة عتيج اختي، هاي سالفة جديدة سمعناها وايد. يا سلام غاوية ريحة البيزات، صدقين عاد انا ما اصدق انه اخوك ولدك اذا قلوبهم ينقاس يا حليلهم. ما علي يا اختي، ياكلوا منهم كانوا خايفين علي. يا هب شقا تاكل؟ شوي شوي امي بتغصي. روح لي من البرح، انا من ماكله شيء. يبو سيري بطل الباب. سيري بطل الباب، كفايه تدفعين وببطل الباب. بس لا انت كله بيزات، انا ببطل من دوم. طاع الشوارب. النوم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الله أكبر. يا ستار يا ستار، انتشر الفيروس، انتشر الفيروس. قصيت قصيت. أمنوا. يا الله يا الله يا الله، تشافي اختي حليمة يا الله يا الله يا الله، تقومها بالسلامة يا الله يا الله يا الله يا الله. الحمد لله صحتك كويسه، ما فيش اي اعراض لاي مرض او عدوى. الحمد لله الحمد لله، بشرك الله بالخير. تستاهلون سلامتها. الله يسلمك. وانت اخر مره تدخل وتعالج الاوادم، انت طبيب بيطري وخلك في تخصصك. بصراحه انا حبيت اساعدهم وحصل خير. انت كان ممكن تاذيهم، بس الحمد لله عدت على الخير. الحمد لله. انا حذرتك وهذا اخر انذار لك. مع السلامة. مع السلامة أبوي. جزاك الله ما قصرت. جزاك الله خير. وأنت مع السلامة ما قصرتي. الحمد لله. الله سلم. الحمد لله ما في شيء. الله يحييك. أنا أترخص. لا 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 ما يستوي يا مستعجل. 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 حران. مثل عنك. أبوي أنا حران. أبوي حران ولا؟ أنت حران. أبوي حران. ها؟ شيطوا يا ابن الحلال. أنا بعدين. ماستر. على وين؟ ما يحبني. تلخيص. عيل يضربنا يكسرنا. سليم؟ مستر. اقول؟ شكل الدكان كذي مو احسن. لا نبي مثل قبل. اي رجع الاغراض وود هذولين كلهم داخل ورجع مثل ما كان. شو اسوي داخل الدنيا مالنا عشان انت تسوي عذاب؟ ما سويت شيء، وبعدين هذا رزق. إيه؟ وانت قاعد تشتغل، مو بلاش تشتغل، تشتغل بفلوس. اوكي بكره اسوي ترتيب حتى بان. لا 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 لا، انا قلت الحين يعني الحين مو بكره. يلا عاد بعدين لا تنتف. ها من هالعلف هذا كله بفلوس والله. ها ترى بحجز لك تذكره بسافرك. شو بلاك شو بلاك؟ سليم سليم انت بيسوي تذكرة حق انا؟ لا 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 انت مجنون ادمي. لا انت في خبرة، انا في قتل. انت انا ليش انا اسوي عذاب؟ انت كله خربوط، يسوي كله مسخرة. انا في قتل. خلاص من قوم حليمة. انت في شيء في شيء ان شاء الله ما مشكلة. بيذبحني لا ما يذبحك ما يذبحك ما يذبحك. انا بعزيز نفسيت. انا بعزيز. شو بلا وابوي
الحين تمام.